صباح الخير أحبائي وأصدقائي. الموضوع إن وزيرة الهجرة من الواضح إنها اتصورت مع البابا وقبلت إيديه، فكان السوشيال ميديا عملت زوبعة وحاجة غير عادية. فردت هي رد جميل قوي، قالت لو حضراتكم فاضيين احنا ورانا شغل. طب ايه اللي حصل؟ طبعا هي بتحكي الوزيرة السفيرة نبيلة نشرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة والشؤون المصريين في الخارج تدوينة على صفحتها الرسمية ردا على منتقديها بسبب نشر صورتها مع البابا توادروس مؤخرا ودعمها له. وعلقت وزيرة الهجرة قائلة في الوقت اللي الدولة بتواجه تحديات على كل جبهة والشعب مؤمن بإله الواحد وبقيادته المخلصة، ألاقي بعض النفوس اللي اتضايقت من صورتي مع قداسة البابا تودروس الثاني، وتابعت أحب أفكرهم بصورتي سنة 2017 مع بابا الفاتيكان اللي برضو البعض وقتها انزعج من طريقة سلامي له. وعايزة أوضح بعض النقاط. أنا وزيرة مصرية من حكومة مصرية. 2، أتشرف بطريقة سلامي لرموز الكنيسة. 3، أتشرف بأني وزيرة بتشتغل في عهد تحترم فيه القيادة المصرية كل المواطنين المصريين رغم التركة الثقيلة التي ورثتها. يا سلام، إيه الكلام الجامد ده؟ 4، أتشرف بأني لما بحضر مقابلة مع الرئيس بيعرفني بأني الوزيرة المصرية مش بيعرفني بطريقة طائفية. 5، أتشرف بأني لما بكلم فضيلة الإمام الأكبر على التليفون بقول له يا أبويا وهو بيقول لي يا بنتي العزيزة. واختتمت الوزيرة لو حضراتكم فاضيين إحنا مش فاضيين، ورانا شغل كتير، ورانا نحمي بلدنا ورموزنا مش بس من تحديات خارجية إنما كمان نحميهم من الفكر والثقافة المتواضعة جدا لدى البعض. كانت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبيد، قلنا إنها اتصورت مع قداسة البابا وعلقت من أنواع الحروب الجديدة وهي هدم الرموز الدينية، خاصة لما تبقى الرموز وطنية محبة ومخلصة لوطنها. وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين أن البابا تودروس الثاني، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خليفة ملك مرقس الرسول اللي بشر بالمسيحية في مصر، يتعرض لحملة إساءة ممنهجة من كتائب إلكترونية. وتابعت دعم الكامل لقداسته مش بس عشان هو رئيس الكنيسة المصرية إنما علشان كل اللي عمله في الداخل والخارج حفاظا على مصر العظيمة. البابا طلب حاجة واحدة بس مني، صلوا لأجلي. يعني حاجة يعني فوق الرائعة من سيدة الواحد يتشرف بها، إنها يعني حاجة جميلة جدا جدا. وصراحة الواحد مش عارف يقول إيه أكتر من الكلام ده كله. شكرا ليكم أحبائي وأعزائي، وربنا يحافظ عليكم ودايما تكونوا بخير وسلام. لو عجبكم الفيديو أرجو منكم